انا في خطوه واحده بقى يا جماعه، الناس اللي مركزه معايا في خطوه واحده، اول ما عملت ستودنت ان بيساوي نيو ستودنت، راح هو جاي منفذ الداله ديت وراح جاي حاجز الاماكن دهيت، بس ما حطش القيمه نمبر، لا راح جاي حاطط قيمه نو فيرست نيم كسلسله حرفيه، وهنا نو ميدل نيم كسلسله حرفيه، ونو لاست نيم كسلسله حرفيه. خطوه واحده بس، بمجرد ما عرفت اسم الكلاس وعملت البريك اللي هو نيو اللي بيحجز المساحه، وقلت له نفذ داله البناء اللي ما بتاخدش اي معطيات، اللي ما بتاخدش اي ارجيو، راح جاي اعمل ايه؟ راح نفذ كل الخطوات اللي جوه الداله. طبعا عايزه برضه ايه؟ بالمره بقى يحط في الجريدز دي درجات تبين ان انا لسه ما دخلتش الجريدز. جريدز اوف زيرو بيساوي سالب واحد جريدز. بس ايه؟ انا حابب الانشاليزيشن واضح بالشكل قدام. ماشي، هيقول عامل ايه؟ في نفس الخطوه، خدوا بالكم امكانيه الكلاس، انا عمال اركز على الاوبجكت اورينتد ومسته في كده، ان مجرد ما خدت الكود في لحظه واحده اي اوبجكت مثلا ايه؟ هينفذ كل الكلام ده افتراضيا. سالب واحد، سالب واحد، سالب واحد، طب كويس. طب افرض بقى يا باشمهندس، ليش عايزين مثلا نحط قيم جوه المتغيرات دي، عايز ادخل قيم بتاعت الاستيودنت، طب براحتك قدامك حل من الاثنين، يا تعمل دوالي مفيده تدخل القيم بتاعتك، يا اما دوله البناء وانت بتبتدي خد قيمه الاستيودنت على بعضها وايه؟ وابتدي نفذ، خد قيمه الاستيودنت مني كنقطه وابتدي حط القيمه دي خزنها في المتغيرات عندي، خد قيمه الجريدز مني كنقطه وابتدي خزنها. ايوه انت عايز تاخد ايه كنقطه بالظبط؟ عايز اخد سلسله حرفيه متغير، سلسله حرفيه عباره عن اري من ثلاث عناصر، او اخزنها جوه الاسم بتاع الطالب، وعايز اخد ثلاث درجات اخزنهم جوه درجات الطالب، يعني اعملها زي دي، عايز داله بناء زي الداله اللي انت عملتها دي بالظبط، لكن بتقدر تاخد اري فيها اسم الطالب احمد عمر سالم مثلا، وتقدر تاخد درجات الطالب مثلا هنقول 23 و50 تمام. طيب ايه اللي تم هنا بقى يا جماعه؟ انا اديت الجزء الاولاني كسلسله حرفيه، عايز اعمل داله هنا تستقبل الجزء ده وتروح تخزنه في المتغيرات. طب هي الداله جت في مركز انت يا باشمهندس؟ اول ما تنادي تبني اوبجكت وتحجز المكان هتروح الداله دي تتنفذ، اه يعني داله بناء يعني. يعني داله بنفس اسم الكلاس لكن لها معاملات، داله اسمها ستودنت بنفس اسم الكلاس بالظبط، وطبعا ملهاش ريتيرن وما بيتكتبش قبلها بوينت. طيب عايزها تعمل ايه يا باشمهندس؟ عايزها تاخد معطيات، يبقى اكيد الكوز بتاعها هياخد معطيات كبيره شويه. ماشي، ايه النقطة الأولانية اللي واخداها؟ array of strings، يبقى النقطة الأولانية عبارة عن string اس مثلا، وبعدين النقطة اللي بعد كده المادة الأولانية وليكن هسميها مثلا size، يبقى النقطة اللي بعد كده هسميها double، بدل ما نكتب science أو علوم هنكتب اس. طب النقطة اللي بعد كده درجة العربي مثلا هنسميها double ايه؟ طب النقطة اللي بعد كده هنقول درجة الإنجليزي مثلا، يبقى دبل إي. دبل إي. طيب إيه اللي حصل بقى لحد هنا يا باشمهندس؟ بص بقى هيقفل معاك كله. اللي حصل لحد دلوقتي إن أنا كنت جاي أعلم أوبجيكت اسمه إم، ولما جيت أستدعيه ما استدعيتش الدالة الافتراضية دي، لا. استدعيت داله ثانيه مهمتها انها تحط داتا غير الداتا الافتراضيه، مهمتها انها تخزن لي داتا انا عايزها. الداتا بتاعت الاوبجكت ده خاصه بستودنت معين، يبقى لاحظ حاجه. الاوبجكت ام هيحجز مكان في الذاكره وهيتحط فيه احمد وعمر وسامي كفيرست نيم وميدل نيم ولاست نيم، ماشي. التنفيذ لما اجي استدعي، فاكرين الاوفر لودنج؟ الاوفر لودنج كنت بقول لك ممكن اسمي دالتين بقى نفس الاسم بس اغير ايه؟ عدد الارجيومنتس لنا نفس الكلام. ادي ال
اسم فيرست نيم احمد الميدل نيم عمر واللاست نيم الاسم سامي ماشي بعت له درجه اول ماده كانت 3 ثاني ماده كانت 20 ثالث ماده على اسمك يا جماعه اللي يطلع كده تمام عشان ما يشتتناش بس الناس اللي قاعده الاوبجكت اورينتد يعني مش من المفاهيم السهله انا عارف يعني عشان كده لما بيطلب المهندس ما بيبقاش يعني اللي بيقدمه مش كتير او اللي بيبقى معاه المهارات مش كتير فهيحاولوا تركزوا يعني بعد كده مش سهل لكن مفيد طيب يبقى هو خزن كل الحاجات دي في خطوه واحده ماشي يبقى انا هنا محتاج القيم اللي انا اخدتها دي اعينها جوه الداتا اللي الكلاس كلها شايفاها يعني اعمل ايه؟ يعني القيمه بتاعت الاسم هو مين؟ هو الاسم بتاعه عايز احطها جوه النيم يبقى نيم اوف زيرو بيساوي اس اوف زيرو ونيم اوف واحد وها اس اوف واحد طب ما الف عليهم فور لوب وخلاص باي حيث الاي فور من اول الاي بيساوي صفر للاي اصغر من الثلاثه واي بلس بلس ونقفل يعني معنى كده قدرت اخد كل القيم اللي اداها لي المستخدم وحطيتها جوه الداتا يبقى المتغير دلوقتي النيم ده جواه اسامي الطالب كلها طب وبعدين عايز اخزن الدرجات عندي الاس والاي والاي الاس هتتخزن في مين؟ في جريد 50 احط فيها الاس جريد اوف واحد بيساوي الاي جريدز اوف 2 بيساوي الاي طيب يبقى انا الاوبجكت اللي عندي دوت هو الحاجات دي كلها دوره كده بالناس مش تقول له بس كده طيب كل الموضوع ان انا اخدت الرموز اللي انا خدتها كمعطى دي وحطيتها في الداتا فيلدز الرئيسيه بتاعتي يبقى انا اخدت الدرجات هو الاس والاي والاي اس دي درجه اول ماده حطيتها في جريدز اوف 0 ايه ده درجه تاني ماده حطيتها في جريدز اوف 1 ايه ده درجه تالت ماده حطيتها في جريدز اوف 2 ده اللي انا عملته يبقى من اول ما حجزت الاوبجكت حجزت الايه؟ القيم بتاعه الدرجه دي عايزين نعمل بقى ايه عمليه؟ عايزين نعمل عمليه جمع مثلا هنا هتبقى ايه؟ يبان شويه الاوبجكت اورينتد لو انا قلت هنا سم دبل سم مثلا وهعمل دالة كل مهمتها انها تحسب المجموع ده يعني ايه؟ يعني تلف على درجات الطالب درجه درجه وتجمعها اعمل الداله دي فين؟ ادي داله اسمها ستودنت دي داله بناء لازم تبقى موجوده وادي داله اسمها ستودنت دي داله بناء بس بتاخد معطيات يبقى انا عايز داله جنبهم كده ما بين اقواس الكلاس اعمل داله في اي مكان بره حدود الدوال الثانيه يعني في اي مكان ما عدا حيز الستودنت وما عدا حيز الستودنت الثانيه مثلا انا هختار المكان ده هكتبها في المكان ده ايوه عايز الداله دي تعمل ايه؟ او خلينا نكتبها عاده يعني من فضلك نعمل الداله فين فوق فخلينا نكتبها مثلا خلينا نكتبها تحت دوال البناء، دوال البناء بتتكتب فوق وبعد كده نكتب الدوال الايه؟ الفرعيه بتاعتنا فاحنا هنقول ان احنا نكتبها هنا بعد الجزء ده كده عايزين الداله دي تكالكوليت مجموع درجات وتحسب المجموع. طيب اول حاجه الداله دي بترجع حاجه بترجع حاجه للمين؟ يعني لما اقول مثلا ام دوت كالكوليت سم هحط يساوي هنا على حسب انت عايز تعمل عايز ترجع قيمه السم هتحط يساوي مش عايز ترجع قيمه السم مش هتحط يساوي طب انا عايز ايه؟ انا مش عايز ارجع قيمه السم انا عايزه بس يحسب قيمه المجموعه ويحطها لي في المتغير ده بس مش عايز منه حاجه ثانيه طيب انت مش هترجع راجع يعني الداله اللي اسمها كالكوليت سم دي ملهاش الترم يعني لما تيجي تسميها هنا كالكوليت سم مش هيبقى لها راجع امال هيبقى لها هتبقى اسمها ايه بقى؟ فويد كالكوليت سم احنا مش لسه قايلين ان احنا ما بنكتبش فويد اشمعنى كتبنا فويد هنا بقى؟ حد مصحصح كده يقول لان دول يا جماعه اسمهم دوال بناء بتستدعى مره واحده بس دوال البناء بتستدعى مره واحده ساعه لما بتيجي تحجز مكان الاوبجكت في الذاكره وهو بيحجز المكان بيستدعي داله البناء اللي انت طالبها
انما الدوال الثانيه اللي هي زي نيكست انتجر والامبو والدوال اللي احنا كنا بنستخدمها طول عمرنا والكالكوليت والجيت اريا بتاع السيركل وكل الدوال اللي زي دي بتشتغل على مزاجك انت وقت ما تحب تستدعيها. انما دي افتراضيه ساعه لما تكون نيو ستودنت وفي الكلاس بتاعتك ساعه ما تركز المتغير دوت بتتنقش داله من دوال البناء على حسب انت مديله معطيات ايه ما بين القوسين. طيب عايزين بقى كالكوليت صم دي نشوف هتعمل ايه؟ كل مهمتها ببساطه انها هتاخد المتغير صم بقى خلينا نحط فيه قيمه افتراضيه اسمها صفر مثلا. على فكره لو ما حطيتش صفر من حق القيمه الافتراضيه بتاعت الدبل صفر في الحالتين بس ايه؟ تعرفوا ان هي القيمه الافتراضيه بصفر. ماشي عايزين نلف فور لوب على كل درجه من درجات الستودنت ونايه؟ ونجمع بس ناخد بالنا من حاجه ان انا وانا بعمل صم اتاكد ان مفيش درجه فيهم بسالب واحد مش كده؟ مش هو لو سالب واحد يبقى مفيش ستودنت اصلا؟ فانا هقول له مثلا 4 انتجر اي بيساوي صفر واي اصغر من ايه؟ اصغر من عدد المواد. طب عدد المواد دي اسمه ايه؟ جريدز توتلينز كويس واي بلس بلس. ماشي عايزين نعمل ايه بقى؟ عايزين كل لفه نزود فيها قيمه الصم بدرجه الماده اللي عليها الدور بس الكلام ده يتم ايه؟ اف لحظه اف ان الدرجه اللي انت بتقول عليها دي لا تساوي ايوه لا تساوي ايه بقى؟ سالب واحد نوت ايكوال سالب واحد اسم ستيودنت متخزن جوه متغير اسمه نيم. يبقى
الاسم بتاع الستودنت الاولاني نيم اوف زيرو. في حد فاكر الداله اللي كانت بتحول من اري اوف سترينجز على طول؟ مش مهم خلاص. نيم اوف زيرو بلس نيم اوف واحد بلس نيم اوف اتنين لحد كده. ايه اللي معرض يا جماعه؟ تمام. لو انا استدعيت السطر ده لحد كده طلع لي الرساله دي: ذا ريزلت اوف ستودنت، ذا ريزلت اوف ستودنت. وطبعا اسم الستودنت احمد عمر سامي مثلا، احمد عمر سامي. انا بس عايز بعد كده يطبع لي المجموع، يعني عايز بعد ما يخلص طباعه اخر اسم بلس اطبع لي القيمه المتخزنه في الصنعه. ايوه رايح جامع درجه اول ماده 23 و50 هيبقى النفي النهائي هيبقى 73. نعيد من الاول. مش انا حطيت فور تحت ايه؟ مش انا حاطط فور لوب في الاخر؟ مش كنت حاطط تاني فاي؟ مش كنت ايه؟ فور في الاخر ارض امر الطباعه. مش نيم اوف اي المفروض تبقى تاني. بس خلي بالك من حاجه، لو لفيت عليه درجه الستيودنت فلان الفلاني، يعني انت عايز تعمل ايه؟ ذا نيم اوف ستيودنت، بس مش هتخليها برنت لايف، هتخليها برنت. يقوم يطبع لك الرساله دي، بعد كده انت عايز تاخد مسافه صح؟ وعايز تطبع فور لوب تلف على كل اسم، مظبوط الحق. في البرمجه مفيش حل واحد صح، لكن انا وانا بشرح لك مفهوم جديد زي ده مش حابب ايه؟ الففك في تفاصيل مالهاش علاقه غير بالحاجه اللي انا عايز اقولها لك بالظبط. انا هدفي مش انك تطبع دلوقتي، انا هدفي انك تفهم الاستراكشر اللي عندي بتاع الكلاس ماسك ازاي وازاي تشتغل معاه جوه البين. بعد كده الحاجات اللي هي الشكليه دي طبعا الافضل لو حاجه تتعمل بفور تعملها بفور. الافضل لو حاجه لها صوره عامه تقدر تستخدمها تعملها كده. لكن هنا انا بس عايز اشوف الشكل ده نهائيا دلوقتي، ممكن نطور عليه بعد كده.